مينا كل حلقه تقول لي انا اون دايت اون دايت اون دايت، مش عارفه تاكل اي حاجه من الحاجات اللي انا بعملها. فقلت النهارده اعملها حاجه خفيفه فروت عشان تفضل برده اون دايت وفي نفس الوقت تبقى حاجه لذيذه وطعمها حلو كده. فاستنوني عشان بعمل لهم حاجه حركه. عيش سعيد لون حياتك بإيدك، عيش سعيد وشوف اللي في إيدك، عيش سعيد أملك هو جديدك، عيش سعيد يومك هيبقى عيدك، اتفقل وحط كلمتين في روتينك، عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك، عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح، اسعى اتعب اتقدم هتشوف أرباح، 24 ساعة ليلي أو غموعك، يلا بينا هنعمل إيه؟ دم دم تك السماء وارفع ايديك حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقول لك بحبك. عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد. يا مساء الخير والفل والسعادة والحاجات الحلوة على صحابي وعلى كل الناس اللي بيتابعونا على شاشة ETC. يوم جديد من عيش سعيد، ورب دايما تكونوا عايشين سعادة ومبسوطين، وتكون 2023 داخلة كده بالخير والحب والسعادة عليكم. بمسي الأول على صحابي. مساء الفل. مساء الفل. ازيك يا أستاذة سهى؟ ويك. والله بحب وقفتك يا جماعه، بستنى الوقفه دي في المطبخ لان سوا بصراحه كل مره بتعمل لنا وجبه اروع من اللي قبليها، فانا اكسايتد جدا. وكمان سمعتك وانت بتقولي ان انت عامله حاجه مخصوص عشاني، فانا بجد كل الحب وكل الشكر وكل التقدير يا شيخه. ايه ده قلوب كتير. لا وبعد كده النهارده الاداء تمام، يعني النهارده ضربه طقم شطرنج، فالعمليه يعني بقول لك ايه، حتى المره فاتت في المطبخ او من كنت ضربه شطرنج، كنت ضربه لا برضو بليزر كده، اصل وقفه المطبخ ليها احترامها عشان تبقى عارف، مش اي حد يقف في المطبخ. ثواني بس، فليها احترامها. ثانيه واحده بس، لو المطبخ بقى فعلا ليه احترامه يبقى تلبسي البتاع اللي على دماغك على شعرك عشان شعرك ما يجيش في المصلحه الزعبوط ومش عارف ايه. لا ان شاء الله ما يكونش بيقع. لا دي جايه دي جايه تهزر. ناوي على ايه يا حمائي؟ أيوة. بس يا بوب احب ابدي اعجابي بالاوتفيت بتاعك. ايه رايك؟ لا لذيذ والله. لا والاوتفيت انا ظابط له قعده النهارده. اه اعيد له قعده الاوتفيت. هو لازم يتعيد له كده. يعني هو كده اسمه اوتفيت الناصيه، اللي هو قعده الناصيه اللي احنا قاعدين مربعينه بتاع. هي كده. انا افكر استنى اربع معاك برضو، يعني اشمعنى انت؟ الكعب عادي بكل ثقه، انت تربعه وانا افضل واقفه. انا بحب وقفتي هنا قوي. تعمل لنا. انا بحب المكان ده جدا جدا جدا. انت ايه ده، انت شاربه نص شوب القصب اللي عندك ده؟ ده مش قصب، ده اورنج جوس. اورنج جوس. هو الاورنج جوس لونه كده عشان مش الموسم. ثانية واحدة بس، احنا عاصرينه من زمان. الفاكهة اسمها ايه؟ برتقال. اورنج. فاللون يبقى ايه؟ اورنج. ما عشان ده منزوع ده السكر. ده اكيد ماركه رامي ده برضه. مليون في المية. منزوع السكر عشان خاطر لينا. منزوع السكر. ربنا يا رب يكرمك. لو عشان خاطر لينا يبقى منزوع البرتقال. طيب معانا ايه؟ اول موضوع هقول لكم عليه النهارده في حلقتنا اللي هنتكلم فيه وانا بعمل لكم الشيء اللي انا بعمله، هو موضوع عجائب البيت السبعه. دايما كده كلنا في البيت عندنا في حاجات بتحصل في بيت كل واحد فينا ما بتحصلش في البيوت التانية، او في حاجات كومن، يعني مثلا البرطمانات بتاعت الصلصه لما بتخلص احنا كل البيوت المصريه ما بترميهاش، هتعملوا بيها حاجه؟ لا مش بنعمل بيها حاجه، بس بتفضل موجوده. الشرابات الفرده وفرده اللي بتدخل الغساله فردتين بتطلع فرده واحده. الشماعه اللي هي بتبقى الوقفه الطويله دي اللي بيترمي عليها كل الهدوم ومش عارفين دي ايه بالظبط، ولا الهدوم دي هتمشي من هنا امتى، ولا هتترتب وتروح الدولاب امتى. فكل بيت مصري او كل بيت حد فينا في شويه حاجات كده عجيبه بتحصل. هنتكلم، ده هيكون موضوع حلقتنا النهارده، هنتكلم فيه بالتفاصيل ونعرف احنا ايه اللي بيحصل عجيب في بيوتنا، وكمان هنشوف الناس في الشارع هيكون رايهم ايه في الموضوع ده. معانا ايه كمان؟ كمان معانا موضوع جميل جدا غير الطبخه الجميله جدا. بص انا عماله اصيط فيك قد ايه. هي مش طبخه يعني هي خلطة. وجبه سناك لذيذه كده تبقى حلوه قوي. هنتكلم في موضوع بس بقى معاكم في الشارع. طبعا احنا بنحب جدا ان احنا ننزل معاكم في الاماكن اللي تكونوا موجودين فيها في الشارع ونعرف كده منكم عشان نقرب منكم اكتر، يعني ننزل لكم كده في قلب الحدث. هنتكلم عن شايف نفسك فين او شايفه نفسك فين كمان 5 سنين. والله يا جماعه الله اعلم ليه 5 سنين، يعني ليه مش 10 ليه مش 7؟ بس هو السؤال خدناه كده في الكلاس اللي هو شايف نفسك فين كمان 5 سنين. فانا مش الانترفيو بقى اللي هسالكم، انا اللي هسالكم شايفين نفسكم فين كمان 5 سنين، ونشوف كده راي الناس حاسين نفسهم فين كمان 5 سنين. يعني انا عارف نفسي فين كمان 5 دقايق عشان تقولي لي كمان 5 سنين. يعني بس ماشي ماشي ماشي.
نتخيل نتخيل نتخيل. وبعد كده النهارده كمان معانا بلوجر، بس بلوجر بقى من الناس اللي بيعملوا محتوى علمي، محتوى ليه لازمه بس بشكل خفيف ولطيف كده. معانا النهارده صانع المحتوى كامل اشرف، الشهير بابو نضاره، في ضيافه ام الذكاء وام القافيات وابو منخار. ان شاء الله هتتبسطوا جدا النهارده في كله. تنمرت علينا كلنا بما فيهم انت؟ يعني ايه؟ خلاص كده تنمرت علينا كلنا. انا ما تنمرتش، انا بقول ام الذكاء وده دي حاجه يعني المفروض ان انت ام الذكاء كله، ام القافيات فهي ام القافيات كلها. طيب يا جماعه انا متحمسه جدا لحلقه النهارده، وهناكل وهنهزر وهنقول اخبار وهنتكلم في مواضيع، وكمان معانا ضيف لذيذ جدا، فخليكم معانا ما تروحوش في اي مكان. فاصل ونرجع لكم تاني على طول. ولسه مكملين معاكم حلقتنا، وزي ما سوها كده قالت لكم في البدايه هنتكلم عن عجائب البيت السبع، مش الدنيا السبع، لا البيت المصري الاصيل عجايبه كتير قوي يا جماعه. زي ما سوها قالت موضوع البرطمانات، مفيش اي حاجه بتترمي في البيت، ولا برطمانات ولا علب شوكولاته ولا علب خياطه. ممكن يبقى بطرمان برطمان، ممكن يبقى بطرمان ممكن. ممكن شباك وشراب أيوه. لا دي تحديدا بطرمان وبرطمان الاثنين دول صح، محدش عارف يلاقي الصح فين. زي وناس يعني يقول لك درفه وضلفه، وانا بقول عليها ام الذكاء منين؟ هي المعلومه. الاثنين احنا عامه ادور في الموضوع ده والله عشان اعرف مين الصح. حلو، احنا نعمل حلقه بقى عن الموضوع ده يا جماعه، نجيب الكلمات اللي احنا بنقعد نقولها، شباك وشباك وشراب وشراب والحاجات دي، لازم وطماطم وقوطه نعمل لها حلقه. فلازم. فهنتكلم عن حاجات كده يعني لا تخلو من اي بيت مصري اصيل. الكرسي اللي يا جماعه محدش عارف ملامحه، او تريدميل بنجيبها عشان نلعب رياضه تلاقيها كلها لبس وتكوم عليها لبس، مش عارفه ده كرسي الغسيل وده كرسي اللي هننشر فيه وده الكرسي، المفروض الكرسي ده اتعمل نقعد عليه في البيت، لكن لا ازاي لازم نحط عليه حاجات وكراكيب كراكيب وحاجات كتير قوي. وتلاقي دايما الام لابسه بتلبس لبس بنتها، والبنت بتتخانق مع اختها عشان بص السيناريوهات اللي بتحصل في البيوت المصريه دي برضو هنتكلم فيها، والخناقات المعتاده في كل اي ده. وانا بعمل سهى انت ناويه تتحفينا بايه؟ انا هقول لك النهارده، هي النهارده قررت انها تخش بعبايه سهى فرغلي ضربه قاعده بتعمل النهارده. لا اشرح لنا يا سهى تعملينا ايه؟ احنا بصوا يا جماعه الموضوع بسيط جدا. انت عامله دايت؟ ايوه. فانا حابه ان انا اعمل لك حاجه تعرفي تاكليها. شكرا والله. فجبت لك عصير برتقان شوجر فري ما فيهوش سكر للدايت، وقطعت لك فواكه وعملتهم لك على شكل سلطه، فروت سالادز يعني. طيب والله لذيذه جميله. وفي نفس يعني في نفس الوقت انت تاخدي كل الفيتامينز، وحاجه خفيفه وصحيه وحلوه وطعمها لذيذ. غسله ايدك المهم؟ اكيد. طيب تمام كمل. لا ما تعدش ورايا في الكلام ده. لا انا اوسي دي، فيعني هتعد ورايا في الكلام ده. طيب وانت تشير، انت فاكهه بيرسون ولا مش فاكهه بيرسون؟ انا بحب الفاكهه، لان خلي بالك مش انا بصراحه ما بحبش الفاكهه، بس ساعات وانا عامله دايت ببقى مضطره عشان لازم حاجه مسكره يعني. لا بس أموت الفاكهه يجي لي تخمه. كمان الشتاء فيها فاكهه كتير حلوه. فيها البرتقان. الكاكا وفيها نعم البرتقان واليوسفي واسمه ايه ده اللي هو القشطه. القشطه ايه ده؟ انت بتحب القشطه ده؟ بس قشطه قشطه عبرازي. اوكي ايه؟ اسمها قشطه عبد الرازق اسمها كده. يعني بجد؟ في انواع قشطه. قشطه عبد الرازق دي بتبقى كبيره وجوسي. اوكي فهي ومش بتبقى مملة. اسمها كده. مش كل واحده فيها كده اللي هي البيضه السوداء المستفزه دي. بتبقى مليانه لحمه. طب يا جماعه تحبوا ازود لكم عنب او مانجا او اي حاجه؟ لو عنب حقيقي زودي. يعني شغال. بس انت عارفه يا سهى في ناس اللي مش عامله باد دايت يا جماعه بتعمل الفروت سالاد دي بتحط عليها عسل او سكر بس كده، سكر ابيض بيحطوا عليها شربات. ثانيه واحده بس، بيحطوا عليها رز بلبن. انا اقول لك بقى، اقول لك انا بحبها ازاي بجد. انا اقول لك والله انا بحبها ازاي بجد. بتبقى اللاير اللي تحت رز بلبن. ركزي معايا ما بهزرش معاك والله. رز بلبن وبعد كده اللاير بسبوسه، وبعد كده الفواكه وبتاع مش عارف ايه، وبعد كده شويه كنافه من فوق وايس كريم. ايوه ايوه قنبله.
قنبله بالكاف بقى. قنبله 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 ايوه قنبله. طيب دي واحنا بقى جامده قوي وصوره والبسكوت اللي هو الزوتس ده لا عشان ما اقولش اسم ده جامد ده بقى. ايوه طيب احنا عايزين نتكلم بقى في موضوعنا كده يا جماعه. احكوا لي في اي بيت مصري فيكوا اصيل كده ايه الحاجات اللي لازم تكون موجوده في البيت وحاجات مجنناكم مش لاقيين لها تفسير. انا شربات مجنناني صراحه بجد. ليه شربات بتدخل الغساله سليمه بتطلع مش سليمه؟ انا عندي مشكله ثانيه. عشان هم بيتزنقوا فين؟ لا مش حاجات بتزنقوا فين والله بيتزنقوا. عارف الكاوتش اللي هو مغلف شباك الغساله؟ يبقى انت عندك كده غساله كتيانه. لا لا لو سمحت ما اسمح لك دي غسالتك كده كتيانه عشان الشراب يلزق الكاوتش. على قلع طراز انت عديت دي عادي؟ تقول لك في الشباك. هو الغساله ليها باب ولا شباك؟ اللي هو ايوه ايوه الباب يعني. ما هو الشباك انتوا بتدقوا على حاجات. ما هو باب شاك. لو سمحت يا ايهاب انا متجهزه جهاز احدث خلاص روز. بعد ايه تقولي الشباب يلزق في كاوتش الغساله؟ انا عروسه 2020 خلي بالك فانا حديثه. لا انا عندي مش يا جدعان انا بس عشان انا جايه لكم دلوقتي انا بقول لكم بس ان دي اخر خطوه ان انا بحط اهو العصير على الفاكهه اللي انا قطعتها. ومالك مكتره قوي كده؟ ما هي سخيه بقى. سخيه هي وانتاجنا اسخيه. اسخيه اسخيه اسخياء. لا بصوا يا جماعه كمان الله. يعني شكلها كده يعني من غير اسمها نعمل عبقري بقى. سخه رضا سخه رضا. سهى جبت لنا شوكه بعد اذنك بنفسك. عايزين بولة ايس كريم. الاسئله دي ناس. ايوه بس ثانيه واحده بس بولة. الاكله دي عايزه مشاوي. الله يا سهى بجد ريحتها حلوه قوي. تمام تمام. ما تقولش انا فاكهه انا في وسط البرنامج. سهى ممكن اقول لك حاجه؟ بجد والله يا جماعه حاجه. سهى ممكن تعمل حاجه بمكونتين ثلاثه وبتاخد الحته في طعم تاني. انت على طول حاجتك أيوة. حلوه قوي. ميرسي ميرسي. والله على طول بتعملي لي نفسها حلو. ده بجد على فكره مش حبيلي. بجاملك يعني وريني كده عشان اقول لك بس عشان بدل ما انا قاعد بجامل. لو تعمل اورنج جوس في إيه انا اول مره اشوف الطريقه دي. عصير برتقان على فكره. لو انت هتقعديها بقى يعني يا جماعه لكل الستات اللي يعني عادي لو قلتي عصير برتقان شويه مثلا لو هتعمليها الصبح عندك ضيوف جايين بالليل لازم نحط عليها كمان عصير ليمون. واو. علشان الحاجات اللي لونها بيسود زي التفاح والموز لونهم بيغمق فتحطوا الليمون هيمنع سواء الكيوي كمان مع الاورنج. يا لهوي على الحلاوه. على فكره انت بتعرفي تعملي الكيوي صح؟ ايه الكيوي ده؟ طب ممكن اقول لكم حاجه انتوا كنتوا تقعدوا ترغوا بجد وانا مبسوطه قوي كده. لا لا بس برافو عليكي انت ما لهاش تاني بقى. ايه ده؟ لا والله حلو جدا. انا قلت من الاول انا ما بحبش الفاكهه وانا ما بحبش اكل الهيلثي اصلا. اقسم بالله انا ممكن اكلها كل يوم. شفت طلعت سهى انت دفع لك كام؟ انت بتغذيني حبيبتي. دفع لك كام؟ يا جماعه سهى كل ده عشان انت ما حضرتش حلقه الباستا. كنت عيان. انت لو كنت حضرت حلقه يابا الباستا يابا 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 كنت حضرت في المطبخ في حته ثانيه. انا انت اللي عملتيها اكيد طبعا. عدله بقول لك ايه؟ ها بجد نفسي اروح اعيش معاهم في البيت. بتطبخ خطير. شوف لها يوم. شوف العيال عندي. طب احكوا لي بقى يا جماعه اكتر عن بيتكم، ايه الحاجات العجيبه اللي انا ممكن ابتدي. انا عندي في كرسي في كرسي في المطبخ. الكرسي ده معمول لايه؟ يتحط عليه فوط، يتحط عليه حاجه ملهاش مكان. دايما الكرسي ده حمال اسيه، ده حمال اسيه المطبخ. وفي لو عندكم الليمونه اللي في الدرج اللي هي تبقى كل الناس. كل الناس الليمونه عامله كده. وبعدين مهما ترميها برضه هنرجع نقسم ليمونه ثانيه ونحط كدا نص كدا. نص اللي هي الليمونه اللي بتبقى عامله زي سوها كده. نص ليمونه راسها ناشفه. لا لا حرام عليك. ايوه اللي انا بتبقى... راسي ناشفه. انت راسك ناشفه. انا فلكسبل لاعلى الدرجات. انا بحور وخلاص. انا بطبل لك عشان الاكل حلو. خلصيه بس وبعد كده قولي الحقيقه. وفي برضه البطاريات بتاعت الريموت يا جماعه لازم نقعد نقعد نحطها في التلاجة. لا عندنا اقتناع ان هم اصلا ما بيفضوش وما بيتغيروش مخلدين. انا مش جبتك من سبع سنين في ايه؟ لا ودايما بيبقى عندك حاجه في الثلاجه بيبقى بقى لها 900 سنه بس انت ما بتعرفيش ليه. بس هي دايما وبننظف الثلاجه ونرجعها برضه. ما اعرفش ليه. ما انها بتقول لك انا انتهيت يعني وريحتها بتقول لك لا مش انتهيت. يعني انا عندي مثلا من قبل الجواز مثلا معايا برطمان اللي هو المايونيز. لا مش المايونيز. لا اللي هو فيه الزيتون اللي هو المهروس. ايوه الزيتون المهروس ده بيستخدموه في ايه ده؟ يا نهار ابيض ده جامد. لا ده بيعمل سندوتشات. ده سندوتشات. لا 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 سندوتشات بتحطه لاير كده مع اي ساندوتش. هاتي ايه؟ طبقه تاخد معلقه لاير دي. وطبقه مش دي يعني كداب. كملي كملي. تحط طبقه منه في اي ساندوتش ده خطير ما تهزرش.
وفي منه السبايسي كمان وفي منه الاخضر الزيتون الاخضر. لا انت بتتكلمي على انا بقى عايز اسالكم في حد في بيته في نيش او في بيت مامته او جدته؟ اه في بيت ماما بقى ماما الكاسات بتاعه الجيلي والكاسات اللي هي اللي في النيش دي اللي ما بتتحركش دي برضو من الثوابت يعني. ايه لينا ما كملتيش ليه حبيبتي؟ لا يعني عادي دي مش اكلتك دي اكلت استوديو بحاله فعلتك دي بولا دي بولا انا ما خلصتهاش بغلس عليك يا لا الكاسات دي لازم بس خلي بالك الكاسات دي بتورث يعني ماما كان عندها كاسات شكلها خطير اديتهم لي وانا جاي اتجوز انا لو امي عملت معايا كده اقطعها ليه؟ لا طبعا اعمل بيهم ايه؟ مش دول اللي بيعملوا بيهم الفيديوهات اللي هي حاجات كريستال وغاليين يعني أيوة. مستحيل تلاقيهم دلوقتي كريستال وغاليين ومستحيل الاقيهم دلوقتي انا اعمل بيهم ايه بقى؟ نحطهم عشان يبقى شكلهم حلو في المطبخ اللي محدش بيدخله ده بالظبط يعني احنا بنعمل احيانا درف معينه في المطبخ ترانسبيرنت او شفافه ونحط لها اضاءه من جوه عشان بس تنور الكاسات دي بالظبط ده في ناس لسه بتعمل كده لسه في ناس ده انا اللي قديم ما بعملهاش انا مطبخ عادي بتكبسي على البطاطا تروح طالعه لك عادي جدا اوبا صارف ومكلم قوي يا ايهاب انت مودرن قوي هو ايه اللي مودرن قوي بحب ارخم عليه قوي ده مطبخ نص لب عادي يعني مفيش حاجه مطبخ طبيعي طب جدا طب كنتوا بتتخانقوا انتوا واخواتكم على الهدوم مش لازم على فكره بنتين يعني انا عشان ما عنديش اخوات بنات ولا انتي فلا ممكن نتخانق مع انا عندي اخوات بنات اخواتنا لا بتخانق معاها على الطرحه ممكن تعملها سكارف على فكره عادي ما انت ممكن تاخدها تعملها سكارف ما جربتش الموضوع ده انا كنت باخد لبس اخويا قد كده نتخانق يعني الهوديز والجاكيتس والحاجات التمرين دي كنا بنقعد نسرقها من بعض ونقعد نتخانق ونزعق خدت لبسي يعني مش لازم يكون بنت اختي عشان لا ما عملتش كده لا كنت باخد لبس اخويا على طول وهي دي حركه لذيذه والله بس ما حضرتهاش غالبا عشان الفرق في السن الفرق في السن كان هو دايما مرحله وانا مرحله فيعني كنا في حته تانية ما جربتيش خالص يعني مرحله ومرحله لا ما جربتش المرحله والمرحله طيب من الحاجات اللذيذه برضو اللي بتبقى موجوده في كل بيت مصري المكان اللي هو اول ما بتدخلي بترمي فيه كل الحاجات بتاعتك وبيبقى فيه كراكيب كتير احنا في الاغلب بيبقى المطبخ يعني هو ده اقرب حاجه بتروحوها او الكونسول اللي هو بيبقى وانت داخله كده بيبقى فيه كونسول كده بنرمي عليه همومنا عمالين ترموا انتوا في كم كلام انا مش فاهمه الكونسول ده اللي هو بيبقى زي ترابيزه كده بمرايه كبير بيبقى كده على جنب ايوه تسريحه يعني زي شبهه شبه التسريحه حط بره بيبقى اسمه كونسول لما يبقى بره يبقى يعني انا لو طلعت التسريحه بره هيبقى اسمها كونسول ده بجد والله اطلعه بره يبقى كونسول يبقى جوه تسريحه بقول لكم ايه تيجوا نروح نشوف راي الناس في الشارع كونسول مين عنده ايه عجايب في البيت اكيد هنسمع حاجات عجب ونرجع تاني حاجه غريبه في البيت حجره الريموت دي كوبايه النيش بنجيب النيش ليه طالما ما بنستخدموش الشربات في الغساله الشربات اللي بتضيع في الغساله برطمانه الفاضي يعني لا حجره الريموت الشربات اللي بتضيع في الغساله اختي الشربات بصي هو الغسيل المرمي ده عادي يعني اوضتي كلها كده لا هو احنا طريقه التعامل بتاعتنا تحسينا عيله هطله كده طريقه كلامنا يعني كلنا مع بعض اصحاب في البيت كده نفهم بعض ايه اكله معينه طريقه كلام معين افكار معينه والافكار الغريبه عشان كل واحده بينا عندنا ليها شخصيه بصراحه مميزه طريقه كلام معينه اكلات معينه طريقه كلام معينه النيش عشان النيش مضايقني قوي بجد الادوات النحت بتاعتي هدوم العكاريس النيش والسفره يعني دي الفازات القديمه والحاجات القديمه دي اللي خلاص انتهت اساسا عندنا ثلاجتين نلغي ثلاجه منهم اوضه الصاله محدش بيخشها غير في المناسبات دي يعني اوضه فاضيه ممكن اعملها مرسم عادي سيبك انت المزيكا بتاعت المزيكا ايه في واحد بيقول طريقة كلامنا واحد ده كذا حد قال طريقة كلام معينة وهي طريقة كلام معينة في لا في بنت سكر قالت تحسينا عيلة هطلك ولكن البنت دي انت بصي اداري من اهلك الفترة اللي جاية انت شرطت لهم يعني لذيذة قوي قالت لك احنا عيلة غلط كلمة خفيفة عادي يعني ايه مشكلة لما واحد يقول على نفسه تحسينا عيلة هبلة تحسينا عيلة هطلة عادي طب يا جماعة انتوا من عجائب برضو البيوت المصرية لازم الاسطورة بتقول لازم كل جمعه وسبت يعني نتخانق لا بنتخانق الاول قبل السمك يعني قبل الاوردر بنتخانق بعد الاوردر بتلاقينا بنضحك وبنشرب الشاي مفيش اللي هي الحاجات اللي هي بتاع الشبشب مقلوب وبتاع دي برده بتبقى جامده لا كده كده ده عجائب مصر بقى كلها يعني دي عجائب مصر كلها ده الشبشب مقلوب ده لو في بيوت ليها اكلات معينه
يعني في بيوت ليها اكلات معينه بتحب مثلا الاكله دي يعني احنا ملوخيه احنا بجد احنا اسمنا لا انت ملوخيه ثانيه صالح ملوخيه ثانيه واحده بس انت ملوخيه غصب عن عينك ده بعشقها لا مش عشانك انت عشان ايه؟ عشان الواد الصغير ايوه اه يعني كوكو رز ملوخيه ما بياكلوش غير ملوخيه جربي معاه اي حاجه ثانيه ماشي بيكبروا ما بيتوهوش ما اعرفش انا يا بيموتوا في الملوخيه احنا عيله زي ما بقول لكم احمد صالح ملوخيه ايوه بجد والله اداري انت كمان مع البنت اللي قالت احنا اي وقت هروح لماما في البيت هي عامله دفنت لي ملوخيه ده اساسي يعني احنا بنبتدي بالملوخيه فما بالك الباقي بقى زي الشوربه كده بتعملها الكيس الفروزن اللي جاي معاه الحاجات كده بتاعته كده. ولا ملوخيه لا بس ملوخية. من غير الحاجات بتاعته بتاخد بس الفروزن لا العمر قصير ان احنا نقعد نخرط يعني مفيش حد بيخرط دلوقتي ده احنا نعز الخرط قد عينينا في ناس بتحطها في المفرمه بس انا لا 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 بيضيع منها صوره كده لا بالزبط. وايه كمان يا جماعه غير الخناقات يوم الجمعه في بقى برضو هناكل ايه يوم الجمعه دي لا وفيها الجزمه في ناس بتحب الجزمه بره البيت في ناس بيسيبوا الجزم بره البيت هي لا هي مش الجزمه بره البيت بس وقت كورونا كان كل الناس بقى قبل ما تدخل لا في ناس ده الطبيعي بتاعها لازم تقعد ترش الجزمه بتاعتها لما تبي طالعه مثلا تزوري حد وبتاع ودايما تلاقي بيت جزم كتير جدا بره ايوه ايه يا جدعان في انتوا بتعملوا ايه جوه ليه الجزم كلها بره طب افرضي افرضي في قط شقي في العماره ايوه على فكره هي مش حاجه حلوه ما اعرفش معايا هم بيعملوها من ناحيه النظافه أيوة. ان هو الجزم تبقى بره البيت ده صح. بس هي لا هي مش نظافه الجزم نفسها هتتوسخ وهتتهان بره وهيحصل لها حاجات كتير لا في ناس ممكن فعلا قطط ممكن يعني حاجات كتير جزمات بقفل يعني انت فاهم أيوة أيوة. قصدي مش بيسيبوها في الطل كده لا يعني. في ناس بيسيبوها في الطل في اشكال كتير انا شفت حاجات كتير مال؟ جدا وفي بيت دايما تلاقي القطط حوالينه تعرفيش ليه عارف لا ده اكيد يا هي ست البيت بتطلع لهم اكل كتير فخلاص هم هيلبدوا بقى يعني انسى ان هم رشقوا الموضوع ده مش هتكلم فيه يا الاكل فيه على طول طبيخ فهم بيشموا مثلا السمك الاكل فيه طبيخ على طول يعني بيت على طول بيطبخ طبيخ والله عجبتني دي الاكل فيه طبيخ اصلا هو الاكل انا بيتي ما فيهوش طبيخ ايوه مثلا فعادي يعني فما بيجيلكيش قطط بيجيليش قطط خالص لا بس بتجيلي من ناحيه ثانيه في بتوع برضو اللي هم دي برضو الناس اكيد تعرفها كتير يعني اللي هم عامل الافلام كده وبتاع دايما تلاقي بتاع الدليفري شاتم حد في الاسانسير دي موجوده دي موجوده في كل بيوت مصر ايوه عشان ما خدش تبس بتاع مش عارف ايه صاحبتي قفشت من الكاميرات ان المكواجي هو اللي بيكتب لها ايوه دي موجوده في كل عماير مصر عامه كل البيوت المصريه ليها طابع كده مختلف وكل الحاجات اللي بنعملها دي بتبقى حاجات برضو ليها سنس كوميدي كده فيعني هي عجايب فعلا بس بتحصل في كل البيوت المصريه تعالوا بقى نروح نشوف الاخبار اللي معانا بما انك قلتي تعالي نروح طيب ابتدي انت بايظ اقول لكم بقى الخبر اللي معايا قولي الخبر اللي معاك طيب يا جماعه انا الخبر اللي معايا خفيف بسيط صغير كده اكيد ممكن تكونوا وقعتوا فيه في السوشيال ميديا وانتوا بتلفوا في الموبايل كده هو عن عريس باكستاني اسمه ازلان شاه ماشي حلو. عشان انا مش هقرا اسمه تاني حفظته لا لا مفيش مشكله انا حفظت سبتت كده خلاص ازلان شاه ايوه العريس ده يوم فرحه الناس اتفاجئت ان هو داخل جايب هديه لمراته حمار صغنن بس شكله حلو انت عارفه ليه طبعا هي بتحب الحمير اكيد دخل بيه حفله الزفاف او الفرح دخل بالحمار ده وعلشان يقدمه فهي اتلخبطت عشان يقدموا لعروسته علشان هي بتحب الحمير وفعلا هو كان شكله انا مش عارف اقول حاجه يعني واخداه لو بتحب الناس التوكسيك فاهمه بتحب الحمير هي اصلا مقتنعه ان الحمير دي كائنات مجتهده وشكلها حلو على فكره اي حد يقول لحد ومحبوبه على فكره الحمار ده اذكى الكائنات واكتر او اكترهم تحمل وبجد والله يعني يا ريت اصلا الواحد يبقى عنده ربع ذكاء الحمار ده يعني ده احنا المفروض يعني ثانيه واحده بس يقول له ابن ادم لما تيجي تشوفي حد ثانيه واحده انت كده ده هاري لا مش هاري يا حماره على فكره اهو شكرا ده مدح
يا راجل يعني انت يعني انا بجد والله سيبك من الهريه لينا دلوقتي. لا ثانيه واحده والله العظيم اصلا انت احنا بنتكلم انا عارف كل ده بس ما فيش حد هيتقبل ان حد يقول له احمر. ايوه كان زمان الشاعر بيقول في الشعراء في زمان كانوا بيكتبوا لبعض مدح كلب يقولوا انت كلب لان الكلب مشهور بالوفاء. والله كان زمان يا جماعه الاشعار كده. ارجع للتاريخ زمان كان بيقول له حمار عشان احنا 23 بتتحمل الحمار حمار هي بتحب شكل الحمار وشايفه ان هو ده مثال للصبر والتحمل وشكله كيوت وكده وهو جاب لها حمار شكله حلو قوي واداه لها يوم الفرح. بس الفكره ان في ناس فعلا يعني اختلفت الاراء زي ما اختلفت دلوقتي هنا كده. في ناس عجبتها الفكره وفي ناس قالت ان الفكره دي ايه ده اللي دخل عليها. كلامها صح. هي كلامها صح. سكتنال ودخل بحماره بس محدش هيحب يتقال له ايوه بالظبط كده. سكتنال ودخل بحماره والله حلو. سكتنال ودخل بحماره وهي بقى اتلخبطت انا متاكد. يا اسمعي مني بس. طب بقول لكم ايه بقى تروح من باكستان لتويتر عشان تويتر يا جماعه عامل قلبان رغم ان الحقيقه ان هو ارقامه زايده جدا. ما هو خلي بالك برضو ساعات الكامبين اللي بتبقى ضد بيتقلب مع انت فاهم قصدي. فهو تويتر قرر ان هو يعمل حاجه غريبه جدا ان هو اي جماعه حد عنده تويتر انا بصراحه ما عنديش تويتر فمش عارفه فقرر ان هو بعد كده لو انت كتبت تويته او اي تغريده يعني ليها علاقه بانستغرام او فيسبوك او اي حاجه من مواقع التواصل الاجتماعي هيتعمل لك حظر او هيوقفوا الاكونت بتاعك لمده يعملوا له كده زي وقف يعني لو انت جبت اي سيره عن انستغرام اي منافسين لتويتر. فهو بصراحه انا حاساه قرار بصراحه بيقفل على نفسه قوي, يعني ليه في ايه يعني اصلا انت المفروض واثق في نفسك فانت يعني ايه اللي انا اعمل دعايه ليه بتاخدها بالطريقه دي. فهو تويتر قرر يا جماعه وبشرى لاي حد عنده اكونت على تويتر لو انت خايف على الاكونت ان هو يتقفل او يحصل له حظر او حاجه ما تحطش او تكتب اي تويتر ليه علاقه بانستغرام او فيسبوك او ايا كان من مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي حوالينا لان تويتر منع تماما الموضوع ده. اتفضل. انا الخبر بتاعي إيه من نيوزيلندا. عارف نيوزيلندا دي بقى مش بتاعت الحين بتاعت البقر. عملوا يمكن من اكثر القوانين صرامه في العالم. لو انت اتولدتي بعد 1/2009 يعني عندك 14 سنه قد كده. هي يا بوبي انت عندك 14 سنه صغير على ثانيه واحده بس ثانيه واحده بس انت عندك 14 سنه بتعملي ايه في البرنامج ده؟ نطلعك الصبح بدري انت وبقلص ولا اي حاجه تعملي اي ما تترفيناش بقى طلعي خارجين على الشغل. المهم يعني عملوا قانون ان يعني عشان يحاولوا يحدوا من التدخين وبتاع مش عارف ايه عشان بس الناس تقعد تقول لك حريات ومحرياتش وبتاع مش عارف ايه. عملوا ايه بقى انت لو يعني من مواليد السنه دي وما بعد كده انت ما فيش تدخين هتدفع هتشرب سجاير. يعني عندك 14 سنة وبعد كده السن ده وبتاع هتشرب سجاير هتدفع غرامة كام حضرتك� $150,000 نيوزيلندي اللي هو بما يعادل كام $96,000 امريكاني مما يعادل كام الله اعلم. لا مش عايزين نعرف. الله اعلم احسبها انت بقى شوف انت رايح بيها فين. يعني انت لو يا لهوي يعني هم هيوقفوا لو اشتبهوا في اي حد صغير في السن يوقفوه ويسالوه وهات البطاقه. انا عايز اعرف حاجه كمان اللي هو يعني هم عايزين يحدوا اصلا من يعني من السن ده وبعد كده خلاص مفيش سجاير. يعني السن ده حتى لما يكبر يعني هو دلوقتي عنده 14 لو بقى عنده 24 طالما انت مواليد 2009 خلاص ما مالكش سجاير. خد تعالى يا هنا تعالى تعالى انت مواليد كام؟ ما فيش. ايوه يعني هم عايزين بقى ايه الجيل اللي شرب سجاير ده خلاص لما ينتهي ويموت الجديد بقى ما فيش الجديد نازل من غير سجاير. بس هو قانون غريب ما اظنش الناس هتوافق. ما هم ما هي دي الصرامه بقى. ما هي كل حته وليها حاجات غريبه. فطب هنعمل ايه؟ فيلا بينا هنا بطل سجاير خلاص ما فيش سجاير هنا خلاص يقعد يشربها في البيت بقى ما هو الحمام. يعني اصل في اي حته الناس بتتحايل على القانون بس ده صارم جدا يعني ما يعني طبعا تحيه كبيره ليهم ربنا يوفقهم. طيب خلونا بقى نروح لفاصل ونرجع تاني نكمل حلقتنا. شايف ناس
نفسك فين كمان 5 سنين؟ ده موضوع حلقتنا النهارده اللي احنا ننزل نتكلم فيه مع الناس في الشارع. هدخل عليهم دخلت الاتش ار اللي هو يعني شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ سؤال دايما الواحد بيقعد يتساله وهو رايح يعمل انترفيو في شركه في مصنع في اي مكان، بس الغريب قوي ان الواحد ممكن يسمعه في الشارع. الواحد اصلا مش عارف هو فين بكره ولا فاكر اتغدى ايه امبارح، فهيشوف نفسه كمان 5 سنين فين؟ ده سؤال غريب جدا وتريكي كده. فتعالوا نشوف راي الناس ايه في الموضوع. شايفين نفسهم فين كمان 5 سنين؟ يا ترى انت شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ يلا بينا. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. الاخبار؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ عبد الرحمن ايمن محمود محمد. انا ده بطاقه؟ لا هو عبد الرحمن. خلاص عبد الرحمن بس مش عايزين الباقي. ماشي. عندك كام سنه؟ 16. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الاخبار؟ تمام الحمد لله. كله حلو؟ تمام الحمد لله كمان. اسمك ايه؟ حسن. عندك كام سنه؟ عندي 30. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الاخبار؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ اسلام. اسلام عندك كام سنه؟ 34. ازيك يا حاج محمد؟ الله يسلم حضرتك. انا وانا ماشيه كده يا جماعه لقيت عم محمد ماشي، قلت انكشه انا هسيبك لوحدك كده. اسمك يا محمد غريب. تمام غريب تمام. بس انت مصر. مش غريب والله، ده انت راجل جميل وزي الفل. الله يخليك. عامل ايه؟ تمام. عند حضرتك كام سنه ولا مش بتحب تقول؟ لا ليه يعني، قول عندك كام سنه. 54. 54. ربنا يديك الصحه. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. الاخبار؟ اسمك ايه؟ ايمن محمد. عندك كام سنه؟ بتشتغل ايه؟ عندي كام سنه؟ ما اعرفش، حاساك كده متربص لي. ما ايه بتبص لي شزرا كده؟ لا 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 معجب. شكرا بالشخصيه الجميله دي. ما تكسفنيش. لا مش قوي كده. عندك كام سنه؟ لا مش قوي كده. الحقيقي الحقيقي ولا انت بتجاملني يعني؟ طيب ماشي. 48. 48. شكلك اكبر. لا والله. والله شكلي اكبر بالعكس، ده انا كل اللي شفني مديني السن. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الاخبار؟ الحمد لله تمام. اسمك ايه وسنك؟ احكي لي عن نفسك كده. اسمي معاذ، عندي 21 سنه. شغال مندوب توصيل، بوصل اوردرات في مصر الجديده. مصر الجديده بس؟ مصر الجديده ميه نصر المحيط يعني. المحيط حوالين. طب سنه كام؟ اولى ثانوي. اولى ثانوي. اوكي. طب وهتخش ادبي ولا علمي؟ لا انا ثانوي صنايع. صنايع. والبخت ضايع ولا عادي؟ لا عادي. ودرست ايه؟ بتعمل ايه؟ معايا دبلوم تجاره. اجدع ناس يا عم. بتشتغل ايه؟ مندوب توصيل. اوكي. طب لذيذ، بتشوف ناس كتير بس زحمه قوي. شغلتك في الزحمه؟ ها ربنا يعينك. طيار بقى لازم. طيار بقى. ايوه اللي بتخرب. احنا بنلوك الموتوسيكلات والطريق والدنيا والسواقه فن مش عن وحاجات. انت ماشي يا حسن. هو انا موظف حسابات في التامين الصحي. اوكي اجدع ناس. ربنا يخليك. تسلم. ناس جميله برضه. حلو. انا شغال في محل ملابس. حضرتك صاحب المحل ولا لا؟ لا لا مدير المحل. شغال في المحل. حريمي ولا رجالي؟ رجالي. رجالي. وبيبيع ايه بقى محل ملابس ده؟ بدل جواكت وبلوفرات وقمصان وبنطلون، كل ما يلزم الراجل موجود عندنا في المحل. وعندك حنكه البياع، بس خلي بالك ان انت تقنع الراجل يشتري البلوفر ده او ياخد البدله دي. او يعني السياسة ان انت تكون واقف في محل من 89 او 90 لحد 2023، فلازم تكون عندك الحنكة دي. كتير ما شاء الله. ورحت محلات كتير؟ لا لا هو محل. هو نفس المحل؟ مستقر فيه. طيب بص، هو سؤالنا شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ هو عامة السؤال ده بيتسأل دايما في الانترفيوهات يعني وانت رايح تقدم على شغل وكده. بس بما انك صغنن قوي، انت بتقول 16. يعني شايف نفسك فين كمان 5 سنين وانت عندك 21 سنة؟ شايف نفسك فين؟ ان شاء الله ابقى مهندس. يبقى عندي شركه. وخلي شركه وانت عندك 21؟ انت متفائل قوي. ان شاء الله. انا جاي احبطك. انا جاي. طب انت نفسك تبقى مهندس ليه يعني؟ ايه انا حابب انا بابايا شغال في السيارات. كده غير السيارات. فانا ما عايز اخش ابقى زيه مهندس. تبقى زيه مهندس ميكانيكا سيارات. ميكانيكا سيارات الحاجات دي. يبقى مركز يعني، يبقى شامل كل حاجه. أوكي. في العربيه. طب وانت دلوقتي بتنزل معاه الشغل وتقعد تبص معاه على الحاجه وتتعلم وكده؟ شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ يعني شايف نفسك ايه وفين وهتعمل ايه؟ هل هتفضل مندوب توصيل ولا عايز تعمل حاجه جديده؟ لازم يبقى اتطور من نفسي. هتعمل ايه بقى؟ يعني ممكن لو ربنا كرم مثلا بشغلانه ثانيه او زي ما انا، بس لازم اعلى فيها. تبقى انت صاحب الموتوسيكلات. ربنا يكرمك. انت بقى اللي توزع الناس في كل حته. طيب انت من 5 سنين فاتوا كنت متوقع توصل للي انت وصلت له دلوقتي؟ لا ما كنتش متوقع. ليه بقى؟ يعني هي الحياه يعني متقلبه. انت كان نفسك تبقى ايه اصلا؟ انا كان نفسي مثلا ابقى
اخش اكمل دراسه واكمل دراسه واخش كليه واكمل. شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ بصي انا بقى يعني انا عشان تجاره فانا حابب ان انا شغله البنوك عامه. تمام. نفسك تبقى بنك؟ نفسي ابقى شغال في بنك. فاهم قصدي؟ ويبقى عندي مشروع خاص بيا. بس ايه هو المشروع؟ انا لسه ما حددتش. فاهم قصدي؟ بس هو مشروع بس المشروع انا هفكر في ايه اللي شغال في عامه. الاكل واحنا في مصر اكتر مشروع مضمون بيكسب الاكل. بس مش كل الاكل يعني. على حسب التفكير، على حسب الديكور بتاع المحل. على حسب انت المحل فاتحاه في المكان فين. ايوه. فاهم قصدي؟ مش هروح مثلا اجيب حته مثلا كده اهو واحط افتح فيها محل اكل هينجح. فاهمه؟ لازم يبقى في اكل مثلا ليه طابع معين، ليه طريقه معينه، طريقه مختلفه مثلا. أيوة عن بيتك يعني. حاجه مثلا ما تكونش انا مقلدها زي الناس التانيين. فاهم قصدي؟ حاجه بعملها بطريقتي الخاصه. يعني. بطريقتي الخاصه. أوكي. انا مش حاجه مثلا مش منتشره. فاهم قصدي؟ انت نفسك تشتغل في مجال البنوك ويبقى عندك البنوك مشروع. بالظبط. طيب قول لي، انا هعمل معاك انترفيو دلوقتي بقى كانك مقدم على وظيفه، واسالك شايف نفسك فين كمان 5 سنين يا اسلام؟ لا، شايف نفسي كمان 5 سنين فين دي؟ يعني ممكن ابقى زي ما انا بس متدرج في يعني في التسلسل الوظيفي بتاعي. يعني بترقي يعني درجه لدرجه. بالظبط كده. يعني مثلا انا دلوقتي مراجع، ممكن امسك مثلا قسم الحسابات، ممكن امسك مثلا مدير عياده في الرينج ده، لان مش هخرج بره الحكومه يعني. اوكي. يعني انت حابب ان انت تبقى موظف؟ كان ممكن قبل كده كنت ممكن كان يبقى ليه مثلا مشروع خاص، ليه شركه خاصه مثلا انا اشتغل فيها واتدرج فيها والكلام ده كله. بما ان انا توظفت في شغل حكومي فاصبح هو التدرج الوظيفي هو دوت هني بس. طب وحضرتك شايف نفسك فين كمان 5 سنين، ولا خلاص اللي حصل حصل؟ والله مفيش بقى رؤيه، مفيش مستقبل ولا ده كله يعني احنا سايبينه كده على الله بقى اللي هيحصل. بس برضه بيبقى يا استاذ محمد كده كل واحد بيبقى عنده تخيلات. تمام. يعني خلي بالك في فنانين مثلا طلعوا مثلوا طقطقوا في سن كبير، مثلا زي حسن حسني الله يرحمه، لطفي لبيب، الناس دي طقطقت متاخر. تمام. فمالوش سن. انا ممكن نلاقيك مثلا بتغني مع نانسي عجرم. وعلى فكره بعرف اغني يعني كمان وامثل وكل حاجه. انا حسيت ان انت عندك موهبه. بتغني ايه؟ بغني قديم زي اللي هو ام كلثوم يعني. سمعني حاجه بالله عليك في سلطنة في الجو البرد اللي احنا واقفين فيه ده. يلا انت اهو الجمهور بيحيي. يلا سقف يا عم محمد. بس شكرا لحضرتك. شكرا للجميع. هو يعني كوبليه كده صغير بس من ام كلثوم يعني. يلا بينا. هو صحيح 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 الهوى غلب، ما عرفش انا والهجر قالوا مرار وعتاب، واليوم اليوم اليوم بسنة. الله، اليوم بسنة. والله يا محمد فعلا. شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ هل هتستمر في موضوع الملابس ده وانك لسه تقف في المحل وتبيع وكده، ولا ناوي تغير؟ لا، هو بصي، هو لو الواحد كان عنده تغيير فمش هيبقى في السن ده. ولا في الاجواء اللي احنا عايشينها دلوقتي. محدش عنده استعداد ان هو يخاطر. 5 سنين ده لسه بدري. ما انا جاي، سبحان الله، لا علم لنا الا ما علمناه. ايوه. هو علام الغيوب ربنا سبحانه وتعالى، الله اعلى واعلم. مش في واحد كان كذا والنهارده بقى كذا؟ صح ولا مش صح؟ صح صح. وفي واحد كان ايه ونزل بقى ايه؟ صح. لا يعلم الغيب الا مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فما نقدرش نقول، لكن الواحد يحلم يبقى ايه؟ يبقى في عنده استقرار نفسي، استقرار معنوي، استقرار في حياته، في بيته مع اولاده مع اسرته. أيوة. استقرار في عمله. أيوة. استقرار في مجالات كتيره قوي، في حاجات كتيره قوي. لازم يكون الانسان بيتمنى ان يبقى عنده استقرار ورضا. طيب وقول لي بقى، يعني برضو ايه نفسك في ايه كمان غير انك تبقى مهندس؟ بس بقى يكون اتجوز ان شاء الله. تتجوز؟ عايز تتجوز؟ ان شاء الله. طب ده انت اول راجل اقف معايا يقول لي يعني نفسك اتجوز. ان شاء الله. دي حاجه غريبه قوي والله. نفسك تتجوز؟ وايه مواصفات فتاه احلامك؟ ايوه تبقى حلوه. حلوه؟ بس كده؟ ايوه. انت سطحي تبقى عينها خضراء وشعرها اصفر. يعني لازم تبقى كده. طب لو مش عينيها خضراء وشعرها اصفر بس هي كويسه وبنت حلال، مش هتنفع؟ لا هتنفع. هتنفع علما عند ربنا بقى. بس انت لازم يبقى عينيها خضراء وشعرها اصفر. بكره يا حبيبي ان شاء الله تكبر واجي لك كمان 6-7 سنين كده واشوف بقى ام خضراء وشعرها اصفر وكده. ان شاء الله. بس انت قعدت تقول لي لسه هطور من نفسي ولسه هعمل. ما قلتليش برضو انت نفسك في ايه؟
يعني حاسس لنفسك ايه؟ يعني نفسي ربنا يكرمني بشغلانه يبقى احسن من اللي احنا فيها ونطور من نفسنا فيها. زي حاجة. مثال ممكن مثلا شركه دليفري لو انا مثلا بقى لي فتره فيها. بس الموضوع بيكسب على فكره شركه الدليفري. كان الاول دلوقتي شركات كتير كتير. يعني شركات الشحن دي بحس الموضوع مشروع لطيف يعني. هو الصداع طبعا اللي هو الشحنه فين والكلاينت بيشتكي والراجل فين والراجل بيتخانق مع الست تحت ولا وده جايه غلط ودي جايه صح. جايه غلط وهو مأساة بس برضو يعني هديك بيبقى على البني ادم بس هي بتبقى حاجه كويسه. يعني دلوقتي لما بطلب اوردر اونلاين بيجي لي بدفع شحن رقم حسب المكان اللي حضرتك فيه. بس صح. لا سالكه الشركه دي. انا ممكن اشاركك على فكره. خلاص يلا بينا. احنا برنامجنا اسمه عيش سعيد. ايه اكتر حاجه بتسعدك؟ اكتر حاجه بتسعدني غير الاكل يا اخي. لا 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 غير الاكل اكيد طبعا بس الاكل دي مرتبه ثانيه يعني. ده اكيد ده كلنا هذا الشخص يعني. لا بس اكتر حاجه بتسعدني بجد فعلا ان انا اشوف عيلتي انها تكون مبسوطه. فاهم قصدي؟ دي حاجه تسعدني جدا. فاهم قصدي؟ حاجه طبعا. جدا بجد ان انا اشوف عيلتي كده وابويا وامي مثلا فخورين بيا مثلا بالدنيا كلها. فعلا بجد والله. نفسك في ايه؟ انا نفسي في ايه؟ يعني مش هقول لك كمان خمس سنين. يعني نفسي في ايه؟ طيب يعني في حياتك نفسك في ايه؟ في حياتي انا طبعا اي انسان مش انا لوحدي يعني هو اي انسان بيتمنى ان هو يكون دايما في ظروف كويسه وفي مستوى معيشه كويس طبعا. وهو الحمد لله على كل حال يعني طبعا اتمنى ان انا يعني ربنا يكرمني كده ولو عرفت ان انا زي ما حضرتك بتقولي كده يعني اخش مجال السينما او التلفزيون. شفتوا يا جماعه عم محمد اهو اي حد يعني بيتفرج علينا يعني مفيش مشكله يعني انا موافق. انا دايس. انا موافق يعني تمثيل مشكلة. اوكي غنى اوكي تمام كله انت شغال تمام. ربنا يا رب يكرمك يا محمد. انا مبسوطه ان انا وقفت قدام والله حضرتك. ده فرصه سعيده. فرصه سعيده والله ليا انا يعني. شكرا يا محمد. ويمكن تكون فتح الخير بقى. ايوه يبقى وش حلو عليك بس لما تتشهر ما تنسانيش. لا لا مش ممكن طبعا. مش ممكن اكيد. مش ممكن. انا تحت عمرك تحت عمركم. ميرسي قوي. شكرا شكرا لحضرتك. ربنا يخليك. ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا. والنهاردة ضيفنا صانع محتوى على سوشيال ميديا بيقدم محتوى مفيد بشكل خفيف. المحتوى بتاعه متنوع ما بين علمي تاريخي ثقافة طرائف. خلونا نتعرف عليه اكتر ونشوف حكايته ايه على السوشيال ميديا. معانا النهارده صانع المحتوى كامل اشرف الشهير بابو نضاره. منورنا. ربنا يخليك. ازيك يا ابو نضاره؟ تمام الحمد لله. كويس الحمد لله. طبعا انا وانت يعني بص احنا عاملين فول بعض يا جماعه من بدري. وانا بحب المحتوى بتاعه جدا جدا لان انت ما شاء الله مميز وبتعمل المعلومه بطريقه لذيذه خفيفه. فانا مش بتتفزلك بالبلد عشان بالظبط اللي بيتفرج على السوشيال ميديا دلوقتي بيبقى عايز حاجه خفيفه من انه يتفرج على فيديو علمي. بالظبط مناسبه للباقه. اقل من 20 سنه. بالظبط كده. عشان اللي بيخش مش عايز يتفرج على معلومه على قد ما انه يشوف حاجه يضحك يشوف فيديو مثلا يضحكه او بوست او كوميك بس انه يشوف حاجه تثقفه شويه ممكن يعديها لو هي طويله زياده عن اللزوم. صح. انما لو اقل من دقيقه ممكن يشوفها لو بنحط له برضو المعلومه بطريقه خفيفه شويه ممكن افهات في النص بتاع فبالتالي يستقبل المعلومه من غير ما من غير ما يوصل للملل. بالظبط من غير ما يحس بملل. مساء العسل. مساء الفل. اخبار معليك ايه؟ تمام الحمد لله بخير. هستفيد منك النهارده. لا انا اللي انا كاره للمعلومات اصلا فهستفيد منك. احببك فيها. لا. لا 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 بالعكس بالعكس. بس انا من الناس لما يبقى في اي فيديو بقى في الحاجات اللي هي المعلوماتيه دي وبتاع مش عارف ايه تصدق كذا وبتاع الله نيكست سكيب سكيب على طول. ما انا كنت بعمل كده. كلنا بنعمل كده. بس هي الفكره في قاعده اسمها قاعده الخمس ثواني. في قاعده مهمه في اي حد بيعمل فيديوهات اسمها قاعده الخمس ثواني. قاعده الخمس ثواني لو انا ما شدتكش في اول خمس ثواني في الفيديو خلاص انت هتقلب. لكن لو لسه هقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومعانا النهارده لا مش وفعل الجرس وما تنساش تعمل لا دي ناس إيه؟ اصلا بجري الحته دي لو انا محتاج ان انا اعرف ايه اللي بعدين. لو مش محتاج اصلا بجريه خلاص. يعني هو انا اللي انت بتتكلم عليهم دول دول برضو انا كنت اتكلمت عليهم قبل كده. سوي سبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالى اوريك تروح جورجيا ازاي في خمس خطوات ب 200 جنيه. في
في ايه في ايه يعني جورجيا بتاعت المانيا مش المانيا لا طب في الاول ليه سميت نفسك ابو نضاره اختلاف مثلا عشان لابس نضاره مثلا لا ما في اكيد لازم تبقى عشان الاسم كاتشي مثلا هو الصراحه لما ابتديت اعمل فيديوهات كنت بقول كيمو عادي اللي هو عشان الدلع ده انا كنت بحبه بس يعني كان النيك نيم او في البايو عندي كيمو عادي انا كنت حابب الاسم ده بس لحد ما ابتدت الفيديوهات تتشاف شويه مليون في 2 في 3 ابتدت الفيديوهات تنتشر مليون في 2 في 3 عادي يعني عادي على فكره على فكره ما صح دي مشاهدات مش جنيه فبراحته يعني يقولوا براحته ما تعرفيش دول بناخد عليهم كام كده ايوه حاجه بسيطه جدا طب اشمعنى النوع ده من المحتوى يعني مثلا اي حد هيجي يعمل بيج على السوشيال ميديا او يفكر يقدم محتوى اول حاجه هتيجي في دماغه كومنت يعني انا يلا اضحك عشان ريتش عشان البنات تحبني وانا ابو نضاره وغمزاتي وشعري المسبسب فين الغمزات عارف اهي هي جو ايوه منكوشو منكوشو لا كنت كسب قوي ما عندوش غمزات بس الصراحه مش عارف اجيبها لك ازاي وانا عملت كده في الاول اصلا يعني انا فعلا دخلت في الحاجه دي في الاول ابتديت ان انا اتريق يعني في فيديوهات او في ناس بتحب تعمل زي منا مثلا بتجيب سكرين شوت لمسج بتسكرول عليها او بتتريق عليها منا الزهيري بالظبط اعرفها برده على الفيسبوك من بدري جميله في ناس تانية ممكن تجيب فيديوهات تيك توك اللي هي من اعماق التيك توك قوي اللي هي الفيديوهات اللي بتبقى حاجات, حاجات غريبه زي اسلام فوزي مثلا اسلام فوزي بيجيب حاجات عميقه قوي من تحت قوي فبيجيبها ويتريق عليها انا حاولت اعمل حاجه زي كده بس حسيت ان انا يعني مش بعمل مش حاجه بالظبط او بمعنى اصح هي الناس دي دمها خفيف اكتر ان هي تعمل كده يعني هم بيقدموا حاجه كويس الناس دي بتعرف ترمي افيهات كويس انا عشان كنت بحب الحاجه العلميه مع اني دخلت حقوق وماليش علاقه خالص بحقوق ولا بحب مجالها تماما ولا ناوي اشتغل فيها بس كنت علمي علوم ايام الثانويه العامه فبحب الحاجات العلميه اكتر والتاريخ وكده طب ليه دخلت حقوق بدل مش بتحب هو من امتى حد بيخش حاجه يعني عايزها يعني المجموعه ايوه يعني التنسيق يعني والدنيا لا بس في ناس بتبقى يس ممكن تروح حاجه ليها علاقه بالعلوم لو خاصه مش لازم مجموع كبير لو خاصه يعني لو اخش حاجه يعني خاصه على كده انا حاسس ان في قحط انا حاسس ان احنا في القاع قول لها يا عم مش سامعك صوتي قطع طب 70 على فكره مش وحش يعني هو انا كان نفسي في اعلام في الاول كان نفسي في اعلام في الاول بس لقيت جايالي اداب جغرافيا وانا كنت علمي علوم فمش عارف ليه جات لي اداب جغرافيا بس جغرافيا بعدها عملت كنت تعمل لنا جي بي اس بتاع الطريق كنت بص هتسوح مهندس المساحه مهندس المساحه بس بعدها حولت حقوق بس الصراحه حقوق ما حبيتهاش قوي فمشيت فيها كده عشان انجز على طول مجرد شهاده قعدت فيها كام سنه بقى برضه الاسئله مش سامع ايوه يا عم انت المفروض تهرب عادي يعني يعني مش مهم قعدت فيها ثانيه واحده السؤال انا هجاوب لك انا عليه زي طالب كليه الطب كده طب حقوق كام سنه 4 قعد 4 بس خلاص بس 4 يعني بس هنمشيها 4 ايوه 4 زائد شويه كمان هو الراجل بيحب يقعد شويه ياخد راحته انت خلصت ولا ما خلصتش ولا في اخر سنه ليه انت خلصت اخر سنه شوف قاعد 4 عليهم 4 كمان سيبوني في الحته دي خلاص خلاص انا غير لك الموضوع دلوقتي قول لي بقى انت دلوقتي تعمل محتوى علمي ماشي. في حاجات كتير قوي بتتكلم مثلا عن عمليات جراحيه انت بتخافش من السيرش بتاعك ما انت برضو انت مش دارسها بالزبط. فانت ما بتخافش احيانا السيرش يسوحك كده معلومه تروح منك كده تسال حد تكلم دكتور تعرفه بتعملها ازاي هو دي انا في الحقيقه بعتمد فيها على السيرش بس ان انا بجيب كذا فيديو واشوف ايه الفيديو اللي موضح العمليه دي اكتر يعني عملت فيديو عن عمليه قيصريه شفت ايه الفيديوهات طبعا بتكون كرتون مش حقيقيه فيديو عن القصبه الهوائيه الغده الدرقيه اللي في القصبه الهوائيه برضو عملت عنها اللي هي اللغد بالظبط اللغد اللي بيكون ظاهر ده بيكون ده دهون كده شفت انا متابعاك ازاي وفي حاجات عن السنان بس لما باجي اتكلم عن العمليه دي باجي في الاخر واقول وروح اسال دكتور او حاسس بحاجه استشير دكتور برميها برضو في حتته هو اللي هو يعني ما تعتمدش على كلام انا بس لان بلاقي في مسجات بعد ما بنزل فيديو مثلا عن السنان الاقي واحد جاي بعت لي مسج دكتور انا محتاج العنوان دكتور يعني مش بيقولوا لو سمحت انا عايز اعرف كذا لا دكتور معلش طب انا درسي ده وجعني ما هي النضاره برضو خيال للدكتور للاسف متخمين بس انا عايز اقول لك حاجه هو غير المحتوى العلمي والطبي انت بتقدم حاجات رعب قصص كده مخيفه ومرعبه انا بقى عايزاك تحكي لنا قصه من اكتر الحاجات المرعبه اللي سمعتها في اسطوره كان اسطوره من اساطير العراق واسطوره من اساطير مصر زي مثلا ام رجل مسلوخه او رجل الاساطير الحاجات زي محمد هنيدي لما زي دي بص زي دي قومي بينا نمشي بس الاساطير دي لما بجي اتكلم فيها يعني بحاول ان انا اضيف شويه حاجات
مش شرط تكون الحاجه دي حقيقيه. ممكن اضيف لها انا من وحي الخيال كده اللي هو بحس انها تعمل ساسبنس كده في الفيديو. انت ممكن تجود. طبعا ده لازم. ايوه مفيش حد بيكتب رعب غير لما يجود. هو في حاجه بتمشي من غير تجويد؟ تحكي قصه حقيقيه لان القصه الحقيقيه زي الاطفال اللي عينيها سودا اللي انت كنت عامل عنهم فيديو. بالظبط الاطفال اللي عينيها سودا. تكمله القصه اصلا نزلت الجزء الثاني. لا بجد هو جري دخل البيت. اوكي. هو كان فيديو كان واحد يعني خرج من البيت بالليل ولقى اطفال بعيون سودا. ودي اطفال فعلا موجوده على فكره. بجد. بس هم مش شرط يكونوا حاجه تخص الرعب. هي ليها حاجه بس بقرنيه العين ان هي ممكن تكون البؤبؤ بتاع عينهم واسع او النين العين بتاعهم اسود كبير. يعني. بالظبط مش شرط يكون لها حاجه بالرعب. بس عشان شكلهم مرعب شويه فبناخد الحاجه بتاعتهم دي او الظاهره بتاعتهم دي ونضيفها شويه في رعب. بس الصراحه الرعب ساعات بيزاولني شويه. انت كنت هتحكي لنا دلوقتي في العراق في اسطوره بتقول حاجه في في العساسه وفي هي اسمها كده زي النداهه كده عندنا بتعسس يعني بتعسس يعني كده في الطريق وكده يعني الناس اللي بتبقى ماشيه على طريق سفر بالليل. ده بجد ولا مش بجد؟ اصدقك والله اعلم. الله اعلم. جربي كده امشي كده اطلعي اي طريق وشوفي هيطلع لك عساسه ولا لا. لا في ناس دي اللي انت قلت لي تبقى ست شكلها حلو صح؟ ايه؟ انت قلت دي ست شكلها حلو. لو وقفت لك ست شكلها حلو في الطريق زي النداهه عندنا بيقول لك ان هي بتكون شكلها حلو فبتنادي لك فبتروح. طب هل في دليل؟ ما حصلش معايا. فين دي الحلوه اللي بتنادي لي واروح دي؟ انت عايز نداها؟ عايز تروح يا حبيبي؟ في الاراضي الزراعيه. بس لا بس في ناس بيجي لها تهيؤات في السفر. والله الموضوع ده هو الموضوع كله بيبقى تهيؤات وانت سايق على الهاي واي ان في حد عدى بتحس كلنا شفنا اللي بيعدي الشارع. لا بسرعه صراحه ما شفتوش. ايه ده ما شفتيش ازاي حد بيعدي الشارع بالعرض؟ انا شفت كتير ده لان كده اصلا ما بتسوقوش على طريق السفر. انا ما بشوفش اصلا سفر. لا انت ما بتسوقيش على طريق السفر مش قاعده جنب الناس يعني. لا لازم تبقى مسايق عشان تبقى ماشي على اكتوبر وتلاقي حد مثلا ده يبقى عساس سريع. عساس سريع بيبقى على طرق السفر المقطوعه. ايوه طرق السفر الصحراء الزراعي الكلام ده بتلاقي في حاجات تتخيلي بيها. طب في ناس بتبعت لك قصص؟ في ناس عرضت انها تكتب لي. بس انا بحب اكتب انا بنفسي يعني انا بحب ان انا اجهز الفيديو أكتر. بنفسي. طب تعالى بقى نتكلم على تجهيز الفيديو بياخد معاك وقت قد ايه ان انت تجهز الفيديو لحد ما ينزل على سوشيال ميديا؟ يعني انت بتبتدي تفكر في الفكره تعمل سيرش في قد ايه؟ التولز اللي بتستخدمها ايه علشان نوصل في الاخر للمحتوى ده؟ هو مصدري عموما لاي معلومه او اي حاجه بيكون جوجل. بسيرش مثلا في خلال ممكن نص ساعه. وخصوصا ان انا لو حابب اتاكد لو هي حاجه طبيه او حاجه تاريخيه لازم اسيرش كذا مره عشان اتاكد ان الحاجه دي صح. المعلومه موثقه بالظبط عشان ما يجيش حد في الكومنتات داخل بيقول لي انت لا المعلومه دي غلط. بالظبط والله. وبعد كده بلاقي في حد برضو قالها مش عارف ايه هو اللي بيفتي ساعتها. بيبقوا اصلا في ناس يعني في ناس كده كاره لاي حاجه اللي هو داخل بيواجه خسر وظيفتك وخلاص. يعني نص ساعه بس سيرش. نص ساعة سيرش. نص ساعة كتابة لأن اللي بلاقيه في السيرش مش بكتبه زي ما هو. مش هكتب باللغة العربية الفصحى. انت بتدخل برضو كذا سورس. بالظبط بخش ويكيبيديا مواقع اخبار وممكن تلاقي كان. في يوتيوب مثلا فيديوهات مشابهه عن الموضوع فتقعد تتفرج على بقى بس فيديوهات. اليوتيوب عايز عايز حد خلق واسع. خلق واسع ان هو يتفرج على فيديو 10 دقائق او 20 دقيقه عشان يطلع منه بمعلومه الخصها في دقيقه واحده. صح. فالموضوع صعب لكن لما بسيرش بحاول انا اشوف الحاجه اللي هكتبها ايه واكتبها بالطريقه بتاعتي مش هكتبها بالطريقه اللي مكتوبه بيها. أكيد. لان المكتوبه بيها طريقه علميه بحته. فانا لا عايز اكتبها بطريقه خفيفه فممكن اكتبها بعد كده بصور ممكن في 5 دقائق. انت بتستخدم ايه في التصوير؟ موبايلي. موبايلك اضاءه معينه انت بتحط مايك؟ لا انا شفتك مكلف معايا مايك مايك بنجيبه من العتبه كده. اي حد بيصنع محتوى مايك من العتبه كده ب 900 جنيه بتجيبه. والله وبيطلع جوده حلوه جدا. هو بيبقى مايك زي اللي احنا حاطينه كده ولا مايك بيبقى ده بلوتوث؟ ده مايك تاني بسلك. بيبقى نازل كده متوصل بالتليفون بس ما حدش بقى بيشوف الكلام ده. أوكي. لان بيكون حاطه من جوه. بس برافو ان انت بتجتهد والله وبتحاول تعمل نفسك حاجات. والسوفت بوكس بقى مع الرينج لايت ونوزع الاضاءه حلو. وعلى فكره هي مش بالتكلفه يعني. في واحد دخل لي قبل كده بيقول لي انا بجهز استوديو عشان عايز اصور فيديوهات. لا مش الدرجات. ولقيته بيقول لي انا جايب كاميرا بالشيء الفلاني ب 40,000 وجايب مايك ايه واضاءه ايه والفيديو جودته مش حلوه. فبقول له بص هي الفكره كلها في توزيع الاضاءه. ما ينفعش ان انت الاضاءه تبقى جايه على وشك كده مره واحده. ما ينفعش يبقى في اضاءه وراك. لازم اللي وراك يبقى ضلمه عشان يبقى الفوكس عليك انت. وما ينفعش الحيطه تبقى وراك على طول. الحيطه اللي وراك الفوكس هيتلخبط بينك وبين صح. الحيطه فهتبقى انت معمول على وشك انت بلور او اوت فوكس. لا والاهم من ده كله على فكره المحتوى. انت لو بتصور حاجه في الضلمه وانت بالزبط. كويس وبحبك في ناس والله بتصور كده وبتتكلم بالظبط وبقولك ايه وما شاء الله بيجيبوا ريتش عالمي يعني. بيجيبوا عالمي. انت عندك قبول
بالظبط. الله يكرمك. الله يصدرك. عارف لو جيتك بتتكلم معاك كده يا ابني انت عندك امور. لا ليه طريقه بيجذب بيها الناس يعني. بس وتصوير الفيديو ممكن ياخد مني 5 دقايق لان ساعات بعيد بسكت في النص، بيكون اخويا احمد بيساعدني. احمد بيساعدني بان هو مليني السكريبت لان دي معلومه انا مش هينفع ارتجل فيها. مش هينفع ارتجل فيها. يعني بيعاملك معامله الاوتو كيو. احمد الاوتو كيو بتاعك بالظبط، بيبقى واقف لي ورا الكاميرا بالظبط. لا ده هو بيملها لي، بيمليني جمله جمله. ايوه وبعد كده بيقطعه عادي لان هو بيتعامل بطريقه الجمب كات بالظبط. الفيديو بيبقى 5 دقايق بيصفصف في الاخر على 40 ثانيه بعد التقطيع وبعد المونتاج وبعد كل حاجه. تعالى نبعد عن التقطيع والمقطيع وابو نضاره والكلام ده كله. انا يعني عايز اروح قبل كده. ماشي. انت كنت مذيع راديو بالظبط. تمام، تعالى بقى نتكلم بقى في مذيع راديو دي انا وانت بقى. انا احب الحاجات دي قوي بقى. ايوه المجال ده انا بحبه من زمان. من ساعه ما وعيت على الدنيا زي ما بيقولوا كده. وانا بسمع وانا حاطط السماعه دايما في وداني وبحب اسمع راديو. حبيت مذيعين كتير وكنت بسمعهم مهما اختلفت بالبرامج بتاعتهم، لجيت لحد ما دخلت الكليه وطبعا ما توفقتش وما دخلتش اعلام. بس اكتشفت بعدها ان هي مالهاش علاقه، مش شرط تكون خريج اعلام خالص. اكتشفت ان مالهاش اي علاقه وعادي بس فدخلت زي ورشه على النت كده، في ورشه بيعملوها بتطلع منها مذيع بس على راديو اونلاين. دخلت الورشه دي وكنا 20 واحد وقالوا هنختار منكم 2. طبعا انا قاعد قلت خلاص بس انا حقوق وفي اعلام هنا وفي اقتصاد وعلوم سياسيه فهيسيبوا كل دول وياخدوا بتاع حقوق فاكيد لا. بس عملوا لنا كذا تيست بقى، تيست صوت، تيست ارتجال، تيست حوار، تيست سرعه بديهه. كل لما كان العدد بيقل اقول بس انا حاسس ان هاجي في الاخر ومش هيختاروا. مش لا مش هبقى من الاثنين برضو اللي هيختاروا. فقالوا هنختار في الاخر واحد واحده ولد وبنت. لحد ما بقينا 5 وقالوا ده اختبار بقى، هتعمل حلقه كانك على الهوا حلقه كامله وبتاع. والحمد لله يعني اتوفقت واتقابلت من ضمن الاثنين وقدمت برنامج. قدمت 3 برامج بثلاث مواسم. ايوه ايه هم بقى؟ بيتكلموا عن ايه؟ كان في برنامج منهم بيجيب الحاجات بتاعت السوشيال ميديا والترندات. وبرنامج تاني كنت بستضيف فيه ناس من على السوشيال ميديا. بتقدم برضو ناس بلوجرز وكده، كنت بستضيفهم وكنت بسالهم بقى برضو شويه اسئله. يعني تقريبا اللي انا بعمله في الناس بيحصل فيا دلوقتي. كنت اقول لك انت اصلا مدرسه ايه في الراديو؟ لان الراديو مدارس فيه ناس اللي هي بتحب تتكلم بطبيعتها مش الكلاسيكيه. لا اللي هو الطبيعي اللي هو ده اللي يكسب. اللي هو النيو سكول اللي احنا تقريبا بتقول المدرسه الجديده. لا بحب ارتجل نقط اساسيه وارتجل بس. هو ده عشان كده بسال الاسئله دي، عايز اعرف البني ادم اللي قاعد قدامي بعيد عن كل اللي هو بيعمله ده ظابطها ازاي بالظبط. الدخله اللي هي بتاعت اعزائي المستمعين مش لا الدخله والتون صوت الخشن قوي ده لا برضو. يعني انا اتعودت ان انا لما بسمع قنوات معينه كانت بتتكلم المذيعين بيتكلموا براحتهم. فانا حبيت كده، حبيت الطريقه الطبيعيه. اللي بيسمع ما بقاش خلاص حابب يسمع الطريقه الكلاسيكيه القديمه، هو عايز يسمع حد بيرتجل حد على طبيعته. الحياه بقت سريعه والدنيا زحمه فالواحد ما بقاش قادر. فاللي هو انا هقعد افك كلامك ولا هسمع اللي انت بتقوله عشان الطريقه اللي احنا بنتكلم بيها بيننا وبين بعض. طبعا مع احترامنا للمدرسه الكلاسيكيه. طبعا يعني كانت مدرسه عظيمه لسه بنسمعها. كانت بقى يعني الدنيا بتتطور. عند راديو جدتي. نعم؟ راديو جدتي بنسمعه. والله بيبقى مشغله المدرسه الكلاسيكيه بقى. ايوه هي بتحب عشان بيفكرهم بايامهم زمان وبيفكرهم بذكرياتهم، فهي دايما بيرتبطوا باي حاجه هتفكرهم ولو بلحظه بحاجات حلوه كانت قديمه. يعني هو ده كويس وده كويس. ده ليه جمهوره وده ليه جمهوره بس. اكيد. طب امتى بقى قررت ان انت تنقل نقله السوشيال ميديا؟ بعد الكورونا. لما الناس كلها ابتدت تتجه للسوشيال ميديا، الناس كلها اوريدي اتجهت للسوشيال ميديا في الوقت ده. لان في وقت كورونا كنا كلنا قاعدين في البيت. وفي ناس مصادر دخلها وقفت. فبالتالي الشغل وقف، فبالتالي لا نشوف حاجه تانية. طب انا كنت داخل السوشيال ميديا بدور على مصدر دخل؟ لا انا كنت داخل اللي هو انا عايز اعمل حاجه بحبها وحابب برضو اتكلم في حاجه زي دي، لان في ناس كتير بتتجه للسوشيال ميديا والفيديوهات بغرض الربح. مش هيعمل حاجه والله ما هتكسب حاجه بالظبط. لان انا اول جنيه خدته من الفيديوهات كان بعد 7 شهور بنزل وبشتغل وبعمل مونتاج وبصور وبعمل مونتاج وفيديوهات الفيو بتاعها مثلا 10,000 1,000 اللي هو حاجه و500 ما كانش في جمهور، ما كانش في حاجه اصلا. فلو انت دخلت وابتديت تنزل فيديوهين 3 وتقول ها يلا انا هيجي لي كام، مش هتستفاد حاجه، مش هتستفيد فحياتك، مش هتلاقي فلوس اصلا خالص. الا لو انت محظوظ. طبعا في ناس بتبقى محظوظه. في ناس بتيجي معاهم يعني، بس الناس دي تمامها لقطه يعني. ايوه فاهم. بيبقى لقطه وخلاص بيطلعوا لا اخرهم شهر. ده شهر ده كتير. الناس اللي بتطلع ترند، وقصدي الناس اللي بتطلع ترند لقطه كده وخلاص.
وبيعملوا منها فلوس كتير، بس هي الناس دي عشان ما عندهاش حاجه تقدمها فبالتالي هيطلعوا اللقطه دي شهر ولا حاجه بالكتير ومش هيظهروا تاني. صح، مش هيظهروا بس تاني. انا عاجبني فكره ابو دي، انا هعمل ابو مناخير هظبط الاداء بيلمح. ايه لا ما انت مداريها بنضاره ايوه ده دكتور عمر عامل برنامج ابو مناخير والله يبقى جامد جدا. نطلع على السوشيال ميديا زي كامل كده ونعمل بقى ابو بالظبط ابو منخار. ايه ابو منخار؟ لا ابو منخار تحس ان انا من بلاد الشام بس لا ابو مناخير، ابو مناخير مصري. هي ان قوي. ابو مناخير. كنت عايز اسالك برضو انت طموحك ايه من الفيديوز دي؟ يعني انت حاسس ان انت اخره الموضوع في حاجه متارجتها؟ طبعا عايز اقدم برنامج مش على اليوتيوب طبعا، لا هو حاجه تكون على التلفزيون يعني ان شاء الله ربنا يكرم ولا حاجه، ونعمل برنامج على التلفزيون يكون برضو برنامج بس مش هيكون طويل يعني مش ساعه وساعتين زي حاجات سريعه كده بالظبط يعني. ممكن تكون حاجه تلت ساعه نص ساعه بالكتير، ويكون في كذا معلومه تتقال برضو بطريقه تشد شويه يعني. هو ده هدفي ان انا تكون وصلت ان شاء الله للتلفزيون يعني، ده هدفي ان شاء الله. طب ايه لو انا مثلا عايزه اقدم محتوى دلوقتي، ايه التولز الضروريه بالنسبه لي، وايه البلاتفورم اللي انا سهل بسرعه اوصل للناس من خلالها؟ طيب هو اول حاجه عشان تقدم محتوى لازم تشوف الحاجه اللي انت بتحبها ايه. يعني زي ما انا في الاول دخلت اتريق على الناس، بس انا ما حبيتش نفسي وانا بتريق، ما حبيتش نفسي وانا بتريق على دي حاجه جميله بالظبط. ما هي حاجه حلوه ما حبيتش دي الصراحه ما حبيتهاش. ايوه فقلت لا بلاش، فاتجهت للحاجه اللي انا بحبها عملت فيها شغل حلو. بعد اول 10 فيديوهات فيديو عدى 500,000. دلوقتي توتال الفيوهات اللي انا محققها على التوتال الابلكيشنز كلها معديه ال 180,000,000 ما شاء الله. ف 180,000,000 انا ما كنتش متخيل ان هو عدد زي ده يجي على فيديوهات علميه وخصوصا على المنصه اللي هي بنصح فيها اي حد انه يبتدي بيها، منصه التيك توك. اوكي. تيك توك دلوقتي اسرع حاجه تقدر تنتشر عليها. ازاي؟ انا بجد بحسه زحمه يخنق، فانا ازاي تشهر يعني في الزحمه دي كلها؟ لما تكون بتمشي في قاعده الخمس ثواني. وفي نوعين، في نوعين من الفيديوهات اللي بتتشير على التيك توك. نوع بينتشر عشان هو حاجه غريبه بتحصل زي اللي هي الفيديوهات اعماق التيك توك زي الناس اللي هي بنتريق عليهم اللي هم في حاجه غريبه بتحصل فانت طبيعي هتتفرج اللي هو ايه بيعملوا ايه دول شباب واقفين في الشارع بيعملوا حاجه كده. وفي نوع تاني اللي هو بيقدم محتوى علمي وده لو ما شدكش في اول خمس ثواني هتمشي، لان احنا بنتلكك، اي حد بيبقى بيتفرج بيتلكك. ها انت علمي فهقلب، هتشدني ولا لا فهقلب على طول، لو ما شدتنيش عشان اصل انت علمي مش بتقدم حاجه مختلفه. في حد زيك بيقدم محتوى بتاعك؟ كتير. لا ده كتير جدا. انا مش عارف مش بحس كتير بس كتير. من اول الدحيح لحد انا عايز اقول لك في ناس اوريدي انا كنت بتعلم منهم. اوكي. ولا زلت ساعات بتعلم منهم على التيك توك، وفي ناس حمستني لان انا كنت داخل التيك توك بقول ان هو لا ده زحمه ومش عارف اقدم فيه حاجه. صح. ده عايز اغاني وناس بترقص مثلا او ليبسينج اللي هم بيشغلوا اغنيه ويليبسينج معاها، فقلت ده مش بتاعنا مش بتاع المعلومات وكده، لحد ما لقيت كذا حد على التيك توك بسم الله ما شاء الله يعني حققوا مشاهدات عاليه جدا، فابتديت ان انا اتحمس فاعمل زيهم. وفي حاجه كمان يعني في لحظات احباط انت كتير هتمر بيها وخصوصا في صناعه الفيديوهات دي. لو قعدت بقى لو انت الحاجه دي مش بتحبها فعلا وجات لك لحظه احباط، يعني مثلا نزلت فيديو انت متوقع ان الفيديو ده هيطلع ترند، فيديو بتكلم فيه عن حاجه مهمه فمتوقع ان هو هيطلع ترند، فنزلته ما جابش حاجه. قافله بقى انت بتقعد تبقى في الحياه سودت بقى اللي هو ايه ده خلاص. بس ده كان في الاول، دلوقتي اظن انت نحست. يعني دلوقتي خلاص، ودلوقتي ما بقتش اتوقع يعني ما بقتش اتوقع الفيديو ده هيجيبه ولا لا. كامل انت مين بقى بيقف جنبك في القصه دي غير احمد اللي يعني ابوك اللي بيملي؟ ساعدني كتير قوي احمد. احمد بيتعب معايا جامد طبعا، نحييه ونشكره على المساعده الكبيره اللي بيعملها لك. مين تاني بيدعمك لما مثلا تقع في الحته اللي هي انا احبطت، انا اتخنقت، لا انا مش واصل اللي انا عايزه؟ مين بيدعمك ويقول لك لا كمل انت بتعمل حاجه كويسه؟ في اتنين، الاهل والصحاب. يعني عندي اهلي، والدي هو اكتر واحد فعلا بيدعمني في الفيديوهات بان هو يتفرج عليها، بيروح يوري اصحابه في الشغل. كيوت قوي. لو في حاجه مثلا جه اعلان ولا حاجه برضو يوريه لهم.
الفيديوهات ممكن يقعد يتفرج عليها لحد النهارده، يعني بعد ما خلاص في ملايين من المشاهدات بتيجي. هو الاول عشان مثلا المشاهدات كانت قليله فكان بيخش، دلوقتي في عزه ما بيكون في ملايين مشاهدات بلاقيه برده راح دخل ويقلب في الفيديوهات كلها ويشوفها. ولو ما نزلتش حاجه انت ما نزلتش حاجه بقالك كتير غايب ليه؟ اه بالظبط. والدتي دايما تساعدني في الموضوع ده ان هي برده توفر الهدوء في البيت لان بصور في البيت. في فنان يا جماعه عندنا في الاوضه عيسوي بس توطي كل حاجة عشان ايه كامل هيصور دلوقتي. وفي صحابي بقى. انت صاحبك جاي معاك التصوير برضه؟ احمد مجدي، في محمد علي يوسف. كيوت قوي ان الناس صحابك بيسابورتوا ويروحوا معاك التصوير ويعني نشكرهم كلهم على دعمهم ليك طبعا. يعني بيجي لك رعايات بقى والجو ده؟ ما انت بنضارة بقى في فيديو يعني بيكون في فيديو واحد بس بيجي. لا انا بتكلم عن النضارة بالذات. انت قصدك رعاية كايه؟ كسبونسر لفيديو؟ يعني بيجي لك حد يقول لك مثلا البس النضاره دي وقول انها من عندي؟ لا والله جالي مكنه حلاقه. مكنه حلاقه؟ وانت اكيد مش عايز تحلق. اكيد بس قعدت احدد بيها بقى. احاول اطلع باي حاجه. يعني انا لو بتاع نضارات اول حاجه هفكر فيها نضاره. الراجل ده ظابط الاداء في النضارات وبتاع مش عارف ايه، يجيب له كل فيديو نضاره بقى واحده فريم احمر. شنابر بقى العب بالشنابر. شنابر ايه؟ بالشنابر ليه كده؟ شنابر كده. ايه شنابر دي؟ مش ده سوبر ماركت؟ شنابر جبتيها منين؟ ايوه جاب من الشمبر يعني. بس شنبر والله عارف والله. يا عم نجيب لك يا عم بتاع شنابر. يلا نداء لكل اللي بيعملوا شنابر يا جماعه بيب زبون. بس بيجي لك حاجات من دي صح؟ يعني ممكن اجي اقول لك مثلا ايه خد لك كام باكو وبتاع مش عارف ايه. ايه خد لك كام باكو؟ لا انا بكلمك بالبلدي يعني. مهمومين فينا دايما والله. ايوه حرام بكاوي في الحاجات دي. لا هو اقصى حاجه باكوين ده كان اقصى حاجه بجد والله. انت اول حد يجي يبقى دغري بزياده كده. بجد والله. لا ثانيه واحده، في ناس تانية بتاخد في الستوري الواحده 20,000 و30,000 دولار. لا وفي ناس بتاخد بالمية. وفي ناس بتاخد بالدولارين. في ناس بالدولار. في ناس في ناس بتاخد. في ناس على الساحه دلوقتي معروفين ومصريين. في ناس مصريين على الساحه دلوقتي موجودين على الانستا الستوري او ان هم ينزلوا يصوروا في المكان بتاعك 200,000. 200,000 ايه ده؟ انت لو عادل امام مش انت 200,000 ليه؟ بس فلا في ناس بتعمل فلوس كويسه فيه. طب انا كنت عايزه برضو اسالك عن فيديو عملته عن معلومه معينه عملت ضجه، يعني المعلومه دي كانت عملت تفاعل جامد قوي والناس انبهرت بيها. في كان عن العمليه القيصريه. وفي العمليه القيصريه ده لما نزلته اكتر فئه يعني تفاعلت معاه. كرهت الناس في الولاده. بالظبط. لا ليه يا جماعه؟ بس هو بيبين قد ايه الست بتستحمل اصلا ولادها قيصري. ما هي لو واحده حامل اتفرجت على الفيديو ده هتبقى مربوطه. ده اللي اتقال في الكومنتات. هي يعني واحده تقول لي ده انا هحمل كمان شهرين، انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ بس انا جيت في الاخر قلت يا جماعه هو الموضوع صعب. قلت لك هحمل كمان شهرين. لا سوري هحمل والله. بس دي جامده دي. ثواني بس انا قدامي دقيقتين وهحمل. ايوه هو فعلا مرعب لاي ست حامل ان هي تتفرج على حاجه من الحاجات. لان الطبقات كتير يعني. طيبت بخاطرهم في الاخر والله. طيبت بخاطرهم في الاخر قلت يا جماعه هو الموضوع صعب. وتحيه لكل ام مرت او بتمر او هتمر بكل ده. بس طبعا الكومنتات بقى اتقسمت لنصين، اللي هو في ناس بتقول والله ده احنا بنعاني ومش عارف ايه، وفي ناس تانية طب اشمعنى بقى العمليات الطبيعيه؟ طب على فكره احنا كمان بنتعب. على فكره احنا برضه اتهنا قوي. ايوه فعملت لهم فيديو طبيعي. عملت لهم فيديو اللي هو ده طبيعي. كان عباره عن كرتون. شكرا على الشحن. عارف لو يعني بيرضي جميع الاطراف. يعني انتوا زعلتوا طب خد الطبيعي اهو. وكان في فيديو برضو عن درس العقل. درس العقل ده برضه طبي. يعني ما انا قاعده بقول لك شكرا يا دكتور ان انت بتدينا معلومات. كان في عن درس العقل وقلت فيه بيطلع لكم امتى؟ طب لان في ناس ممكن يطلع لها عادي وفي ناس ممكن يطلع لها بشكل غلط. يعني بيكون معوج او كده، في ناس بتشيله وفي ناس بتسيبه. فاديت مساحه بقى للناس ان هي تتفاعل. قول بقى انت عملت ايه او تجربتك ايه مع درس العقل. وطلع لك اصلا وانت عندك كام سنه؟ لان هو ساعات بيطلع من 16 18 25 وممكن ما يطلعش. بالظبط. ما هو هنا لا هو ساعتها بيكون طلع. لما ما بيطلعش بقى لسه بيت الخبره. هنا بقى بيت الخبره بتاع درس العقل اللي ما بيطلعش عند صحابك اصلا. هو على فكره غالبا بيكون ساعتها طلع، بس طلع سليم.
أوكي. يعني طلع مش معوج او حاجه لا لا يعني هو مدفون ألم. ده مرحله بقى ثالثه خالص ده مدفون دي قصه ثانيه خالص بس عشان كده العقل مش هيجي ابو نضاره انت نورتنا نورت عيش سعيد احنا انبسطنا قوي بالحلقه يعني فعلا عندك معلومات مهمه تستاهل ان كل حد يتابع كامل اشرف ابو نضاره تابعوه يا جماعه على السوشيال ميديا عنده محتوى مختلف ومميز ونورت عيش سعيد ربنا يخليك يا يا كامل يا اشرف انت نورت ابو نضاره دي بحس ان انا يعني ابو مناخير ايوه بالظبط هي نفس الفكره مش يعني هي حلوه عشان انت اللي مختارها ولايقه عليك بجد والله العظيم بس انا شايفك كامل اشرف يعني مش عارف اقولك ابو نضاره ابو نضاره انا بقى هقول لك كيمو بقى انا عشان انت كيمو من الاصل فانت كيمو صاحبي يا صاحبي يا عم الناس حبيبي نورتنا وعايزاك دايما كده تفضل على التراك اللي انت فيه لانه لايق قوي عليك والناس حبتك بالطريقه دي وفي نفس الوقت بتدي معلومه بطريقه حلوه قوي فاحنا محتاجين ده اللي هو اتفرج على فيديو اتبسط منه وفي نفس الوقت انا طلعت بحاجه فده لذيذ جدا بشكرك ان انت كنت معانا النهارده في عيش سعيد ربنا يخليك ان شاء الله تجينا تاني ان شاء الله ان شاء الله وبكده خلاص تكون خلصت حلقتنا من عيش سعيد يا رب كده تكونوا اتبسطتوا معانا وفرفشتوا معانا النهارده ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده باي باي عيش سعيد لو حياتك بايدك عيش سعيد وشوف اللي في ايدك عيش سعيد املك هو جديدك عيش سعيد يومك هيبقى عيدك اتفقل وحط كلمتين في روتينك عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح اسعى اتعب بتقدم هتشوف ارباح 24 ساعة ليه دي أو غموعك يلا بينا هنعمل ايه دم دم تك بص للسما وارفع ايديك حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد, عيش سعيد.